جزء العاشرة كنقدمه لكم نشوف تي في. أهلا بكم. صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون كيتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به محمد الوفا وزير التربية الوطنية. المشروع كيهدف حسب بيان توصلت به شوف تي في إلى ترسيخ المبادئ الدستورية ولا سيما مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، وهو كيأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة جانب متعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية. أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة انطلقت بمراعاة التوازن المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، لكي نص على أنه كي يقوم نظام دستوري للمملكة على أساس فصل السلطة وتوازنها وتعاونها. وأضاف الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بمقر وزارة الاتصال بالرباط أن التوازن بين السلطة يقتضي أن تكون حصة الحكومة مساوية لحصة البرلمان على مستوى الحي الزمني. في الشأن الوطني، نبقى دائما بحيث نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعرض سجين في التيفلت لأي اعتداء واستئصال الخصية ديالو. المندوبية في بلغ لها وردا على ما نشر في بعض الصحف الوطنية، وضحت بأن النزيل في سجن التيفلت صرح لطبيبة المصحة بأن ما وقع له من ألم نتيجة تورم في إحدى خصيته يعود أساسا إلى سقوطه من على سرير نومه قبل أن يتراجع عن ذلك، ويتهم أحد الموظفين بالاعتداء عليه إثر شجار بينهما. في الخبر الاقتصادي، أطلقت تركيا مؤخرا 21 مشروع عملاق بميزانية بلغ مجموعها 138 مليار دولار، وهي ميزانية أعلى من ميزانية 130 دولة وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، وتتجاوز ميزانية هذه المشاريع مجموع ميزانية 40 دولة بينها نيجيريا، مقدونيا وجزر المالديف ومولدوفا وغرينستان. في الخبر الرياضي، أكد رشيد الطاوسي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم أنه لا يعد بالتأهل إلى كأس العالم البرازيل 2014، لكنه أضاف ندوة صحفية عقدها بالملعب الكبير بمراكش أمس أن حظوظ المنتخب وإن كانت بسيطة ما زالت قائمة، وأنه غادي يدافع عليها إلى آخر لحظة منتظر هفوات الخصوم، وأن أول خطوة غادي تكون أمام منتخب تنزانيا يوم السبت المقبل. بالخبر الرياضي كنختم معكم وجزنا، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.